حقيقة أنا لا أعلم من أنت. ربما تكون شخصا متواضعا، أسودا أو أحمر بشرة. قد تكون في بلدة صغيرة أو كبيرة، تعلق صليبا على صدرك أو تلبس إزارا، أو ربما تحمل إلها في يدك. هذا أنت من وراء الشاشة. لكن الأهم، هل جربت لمرة أن تكون أنت الآخر؟ أي أن تكون ذلك الشخص الذي تنزعج منه لتفاهة أفكاره وانتماءاته؟ أن تولد في بيئة مختلفة عن بيئتك، أن تقرأ لكتب وعلماء غير علمائك، أن تشاهد ذاتك المتطرفة تصرخ وتعاتب وتشتم جراء البحث المتواصل عن مفاهيم وحجج لتوافق نفسك وتنكر الآخر. إن هذا الفهم الخاطئ الذي زرع بداخلنا من أفكار ومعتقدات حول الإنسان إلى عبث وعابث ومعبوث به، ولم يخلق لنا إلا حروب ومجاعات وحكومة مستبدة لن تجعل من العالم يتذوق طعم السلام أبدا. سلام.